أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أكدت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية النائب بالبرلمان المجمد والوزير السابق أنه تتوفر لديها جملة من القرائن المتقاطعة والمتضافرة للدلالة على البحث عن الإيقاع بمهدي بن غربية مهما كانت الوسائل والإجراءات المتبعة من ملاحقيه والتحالفات فيما بينهم. وبرزت الهيئة أن لها قناعة راسخة ومتصاعدة بأن منوبها أضحى القربان لامساً لحملة مكافحة الفساد والتي قالت أنها لم تتوصل إلى الآن إلى نتائج ذات جدوى. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء.